مشروعات كتيرة بتتعمل في أنحاء مصر في كل القطاعات. استعرضنا مع حضراتكم الأسبوع اللي فات المشروع القومي للطرق وشبكات الطرق اللي ممتدة وموجودة في كل مكان في جمهورية مصر العربية، مش في القاهرة بس، في كل أنحاء المحافظات، وقد إيه سهلت على الناس وقد إيه أثرت الوقت للوصول للمكان اللي احنا عايزينه، وقد ايه كمان قللت من عدد او اعداد الحوادث واعداد الناس اللي كانت بتموت بسبب الحوادث. النهارده في مشروع مهم الحقيقه بيتعمل، وده بيمثل لنا فرحه، وهو المشروع القومي لتبطين الترع. المشروع الرئيس كان اتكلم عنه اخر شهر ابريل، هو عبارة عن تبطين معظم الطرق الرئيسية أو الترع الرئيسية في مصر. الترع الرئيسية دي هتتبطن بطبقة أسمنتية علشان نحافظ على المية من التسرب في التربة، لأنه زي ما حضراتكم عارفين التربة كانت تربة طينية، فكانت بتمتص المية من هذه الترع اللي هي دي شكل الترع اللي قدامنا، هيبقى كده بالظبط. الترع دي كلها كانت ترع فرعيه، وكانت للاسف انه بيتم اهدار الميه عن طريق ان الترعه بتمتص ميه او بتمتص يعني مساحات كتيره، و زي ما حضراتكم شايفين الصوره قدامنا الناس بتشتغل. هنبطن كل ترع مصر بطبقه اسمنتيه، وده هيوفر لنا مية كتيرة كانت بيتم امتصاصها من خلال هذه الترع. معانا تليفون. زي ما قلنا المية اللي كانت بيتم امتصاصها عن طريق الترع احنا هنوفرها، وهنوفر مئات ملايين سنويا كان بيتم صرفها على تطهير هذه الترع. رئيس الوزراء الحقيقة عقد اجتماع للوقوف على آخر تطورات المشروع، زي ما حضراتكم شايفين وشفتوا الصور اللي احنا قدمناها لكم على الشاشة، علشان خاطر نبطن ترع مصر. نشوف تقرير مع حضراتكم. الوضع قبل كده كانت الترعه ديت فيها صفصاف وسجر وهيل، وكان الطريق دي متر ونص وما كانش بيوصل ميه حتى وسط الترعه. كنا تعبانين تعب جامد، مفيش ميه والزرع كان بينشف. كنا بننام بالاسبوع وبالاثنين وبالثلاثه على حين نمل مره، الزرع كان ينشف منا. الحال قبل المشروع كانت الدنيا واقفه، بعد ما اشتغلنا في تبطين الترع الحال مشي والحمد لله. عندي 4 اولاد ودخل دلوقتي اتحسن عن الاول، بقت عندي حرفه بكسب بقى قوت يوم. مش كان في طريق الاول خالص نعرف نمشي بقدمنا عليه، دلوقتي اصبح في طريق 8 متر ونص، بنقابل بعض بالعربيات على السكه، بنعدي تمام التمام، مش في اي مشكله. بعد تحجير الترعه الحمد لله رب العالمين الخير كتير خالص، ميه حلوه وزرع حلو، واحنا بنروح الظهر براحتنا بنعلي. البلد بتاعتنا اهتمت بينا وبفلاحين مصر غير الاول خالص. شفنا معاكم قد ايه الفلاحين مبسوطين بهذا المشروع، مشروع تبطين ترع مصر، لانه بيقولوا انه كانوا مش عارفين يعني ان الميه توصل لهم لري الاراضي الزراعيه، كان بيتم اهدار كميه كبيره من مياه الترع. ناخد تفاصيل اكتر معايا على التليفون المهندس محمود السعدي، مساعد وزير الري والمشرف على تبطين الترع. مساء الخير يا باشمهندس. دكتورة ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك. يعني انا عارفه ان حضرتك دلوقتي موجود في الصعيد وبتتابع تنفيذ المشروع.
انا موجود في اسيوط يا فندم، امبارح كنت في بني سويف والنهارده في اسيوط، وبكره ان شاء الله مرور في المنيا. يعني عاوز ادي نبذه صغيره كده يا دكتوره جيهان عن المشروع. يمكن الاول بعد اذن حضرتك، اطوال الترع في جمهوريه مصر العربيه 33000 كيلو. ايوه. الترع المتعبه اللي هي في توجيه رئاسي بعمل التاهيل والطبقين لحسم شكاوى الفلاحين، عملنا حصر لها طلع طولها حوالي 7000 كيلو. تم التوجيه الرئاسي وقامت الوزاره على يعني على بتاعتها فورا بحصر الاطوال وتجهيز العقود. احنا شغالين حاليا يا دكتوره في حوالي 14 محافظه. هايل. يعني بداتوا بال 14 محافظه دول اللي لهم اولويه بتبطين الترع فيها. ايوه، من اسوان يا فندم لحد اسكندريه. هايل، تمام. خاصه الترع ال 7000 كيلو دول، ترع مجموعه ترع يعني متوزعه في المحافظات، الترع اللي فيها مشاكل، اللي فيها صعوبه في وصول الميه للنهايات، اللي حصل فيها انهيارات، الترع دي استبحرت، بدل ما كان عرض القاع متر، في بعض الترع عرض القاع بقى 3 متر و4 متر، فبالتالي بتاخد كميه ميه كبيره جدا. دور العماله اللي هو مدته 5 ايام كان بيجي، والناس اللي في نهايه الترع الميه ما كانتش بتوصلهم بسبب اول حشائش، بسبب ان الترع مستبحره وواسعه. فبعد الاعمال اللي بتتم دي، الترعه بترجع للاورنيك التصميمي اللي هي اتصممت عليه. الميه ان شاء الله هتوصل النهايات بسهوله. نفذنا يا فندم خلال الفتره اللي فاتت حوالي 190 كيلو تم الانتهاء منهم في محافظات الشرقيه ومحافظات بني سويف وفي اسوان. جاري حاليا الشغل يا فندم في حوالي 14 محافظه بطول لتاهيل اطوال حوالي 870 كيلو، وطرحنا حوالي 3250 كيلو من ال 7000. ايوه، يعني 7000 كيلو حاليا تم طرح وتجهيز الاعتمادات الماليه لتاهيل وتبطين 3250 كيلو بتكلفه يا دكتوره حوالي 9 مليار جنيه. هايل. طب حضرتك كلمني بقى عن عوائد المشروع مائيا واقتصاديا، يعني احنا هنصرف كتير في تبطين هذه الترع، لكن ايه اللي هيعود علينا اقتصاديا وفايده مائيه ايضا؟ فايده مائيه يا فندم، اول حاجه زي ما قلت لحضرتك ان احنا هنعظم الاستفاده من نقطه الميه. بالظبط، بدل ما كان بيبقى فيه اهدار لميه الترع. اهدار، في اهدار حضرتك، فقد بسبب النقل، بسبب التسرب. نعم. بسبب البخر، بسبب الحشائش اللي هي بتبقى موجوده في الترع بتمنع سريان الميه. لا، التبطين بيتعمل طبقه الخرسانيه الدبش او الاحجار وعليها طبقه الخرسانه، هيبقى فيه سهوله في حركه الميه، ده هيقلل من استهلاك الميه. احنا كان دور العماله اللي هو 5 ايام كنا احيانا بنضطر تفضل الميه شغاله في الترعه ونزود المناسيب 6 ايام و7 ايام، ندي كميات ميه اضافيه عشان الميه توصل لنهايات الترعه حسما لشكاوى الفلاحين. ان شاء الله بعد المشروع ده في الخمس ايام الزمام كله هيكون راوي، يبقى كده وفرنا في مده وجود الميه في الترعه، كده قللنا من الفواقد التسرب والبخر، ضمننا وصول الميه يا دكتوره لنهايات الترعه في اسرع وقت، وده الحسم شكاوى المزارعين، وهيكون له عائد طبعا على الزراعات. بالاضافه حضرتك كمان ان مش هيبقى فيه اعمال صيانه، احنا الترع دي كانت بتطهر مرتين بالحفارات، مرتين وثلاثه في السنه عشان ازاله الحشائش منها. ايوه، بعد اعمال التاهيل والتبطين ديت مش هيبقى فيه اي اعمال تطهير ولا فيه حشائش في الترعه. وبعدين يعني الترع ديت كانت ساعات بتبقى زي الميه الراكده وبتعمل الامراض، فده كده خلاص احنا هنتخلص حركه الميه وسريان الميه بسهوله. الحاجه المهمه برضو يا دكتوره جيهان، ان موضوع او مشروع تاهيل الترع ده بيعتبر من المشروعات اللي بتحتاج الى عماله كثيفه وعدد كبير من العمال، وده بيمكن يعني كده هنفتح فرص عمل كمان لناس كتيره انها تشتغل في هذا المشروع. ايوه يا فندم، ايوه يا فندم، دي مهمه جدا. النقطة اللي أنا يعني خلال برنامج حضرتك اللي هو له نسبة مشاهدة يعني إن شاء الله كويسة جدا، يعني يا ريت حضرتك وكل وسائل الإعلام يساعدونا ويعني بأهمية المشروع وإن إحنا نحافظ عليه وأهالينا المزارعين. والله إحنا مع حضراتكم في أي وقت وفي أي مكان هتطلبونا، هنبعت كاميرات تصور، تعالوا معانا هنا وقولوا اللي انتوا عايزينه، اشرحوا المشروع، يعني احنا تحت امركم في اي حاجه وفي اي وقت. شكرا يا دكتوره، الف شكر لحضرتك يا فندم. بشكر حضرتك. طيب قبل ما بتقفل، عندك اي رساله عايز تقولها؟ الرساله يا فندم اللي كنت عاوز اقولها لحضرتك، ان اهالينا المزارعين والمنتفعين على الترع
على مستوى الجمهوريه يحافظ على الترعه اللي احنا اللي بيتعمل ده لخدمته هو. اللي بيتعمل ده حضرتك يعني انا حضرتك ليا يومين في الصعيد بنتابع الترع انا واخواتي وكلاء وزاره وجميع المهندسين منتشرين على كل شبر في الاعمال اللي بتتم. دور المزارع واهالينا الفلاحين انه يحافظ على الاعمال دي، يحافظ على الترعه والمجرى المائي ما يلقيش فيها المخلفات الزراعيه. صحيح. ولا القمامه والمخلفات أنا اللي هي انا عايز اقول لحضرتك انه احنا جالنا شكاوى كتير في محافظات انه بيطلبوا من المحافظه تنظيف الترع بالرغم ان هم الاهالي في اي محافظه بيكونوا هم اللي رموا فيها القمامه وعملوا الترعه معامله غير لائقه. يعني مهم قوي اللي حضرتك بتقوله ده. بعد العمل اللي هيتعمل ده يا دكتوره واعمال التاهيل والتبطين ديت لازم يحافظ على الشكل الجمالي، يحافظ على الترعه اللي هي مصدر رخاء له والمصر ان شاء الله. ان شاء الله. بشكر حضرتك مهندس محمود السعدي مساعد وزير الري. ومشروع هايل تبطين ترع محافظات مصر، الدوله شغاله الحقيقه في كل المجالات، شبكات طرق حتى الترع، محاور النيل، حاجات كتيره قوي الدوله شغاله فيها، وهي الحقيقه يعني وكلها حاجات مكلفه ومع ذلك الدوله بتعملها لانه هيكون الاستفاده منها اكبر بكتير من اللي احنا هنحطه فيها، وهتخدم المواطن، هتخدم الاراضي الزراعيه يعني، وعلى الاقل انه احنا يبقى ما عندناش اهدار للميه، لانه بيقولوا ان احنا بنهدر الميه والمصريين بيتعاملوا مع المياه بدون اهتمام. لا، احنا زي ما حضراتكم شايفين مشروع كبير جدا ان احنا نبطن ترع مصر في جميع المحافظات، وبدأنا ب 14 محافظة، فده شيء مش سهل، ده هياخد وقت وهياخد تكلفة كبيرة، لكن هيوفر مائيا وهيوفر اقتصاديا كتير جدا على المصريين. فاصل ونواصل.